أهلا بكم إلى هذا الموجز، والبداية بالعناوين. اجتثاث غابة معمل يسك بيئة زي تتعرض للإهمال، والإجهاز على ما تبقى من أشجار يثير قلق الساكنة. العثور على رأس حمير مذبوح قرب سوق بني نصار بإقليم الناظور. وصول 6 شبان من زايو إلى شواطئ إسبانيا بعد ليلة عسيرة في عرض البحر. انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. في الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود داخل مدينة زايو لإنجاح حملة لنجعلها خضراء الرامية إلى تجريب مجموعة من المناطق داخل المدينة، تتعرض غابة معمل السكر لعملية اجتثاث لأشجارها، كما أنها لم تسلم من الفوضى والاجتياح. وتفاجأ عدد من المواطنين الذين اعتادوا الذهاب إلى هذه الغابة بأن أشجارها تتعرض للقطع من جذورها، موجهين نداءات تدق ناقوس الخطر للجهات المعنية. تخوف عدد من ساكنة جماعة بني نصار بإقليم الناظور من خلفيات العثور على رأس حمار بالقرب من سوق المدينة، ولم يستبعد عدد من المواطنين الذين عاينوا الواقع أن يكون الحمار قد تم توجيه لحمه للبيع بالتقصيص أو في السندويشات، كما أن وجوده بالقرب من سوق المدينة يرجح فرضيات وشكوك لدى المتجمهرين حول هذا الرأس الذي عثر عليه. وقد ألقي هذا الرأس الذي تم قطعه بآلة حادة في القمامة قبل أن يتم اكتشافه من طرف أحد المواطنين. ويستدعي الحدث حسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحرك السلطات المعنية بحفظ الصحة العامة لمراقبة المصاعب بهذه المدينة. وفي الشأن المحلي، أنقذت عناصر من الخدمة البحرية في الحرسية المدنية الإسباني أمس الثلاثاء أزيد من 40 مهاجرا مغربيا أغلبهم من الجهة الشرقية، وذلك قبالة السواحل الإسبانية. وكان من ضمن هؤلاء المهاجرين 6 شبان من مدينة زايو اختاروا المخاطرة بنفسهم للوصول إلى الفردوس الأوروبي. وكان هؤلاء المهاجرون قد وصلوا إلى جزيرة البوران على متن قارب أقلهم من أحد الشواطئ بمنطقة أفيف، وتم نقلهم فجر الثلاثاء إلى مدينة موتريل بمدينة الميريا. نختم بهذا الخبر. بعد موجة من الزيادات المتتالية، من المرتقب أن تشهد أسعار المحروقات في محطات الوقود انخفاضا طفيفا ابتداء من يوم غد الخميس، حيث يهم هذا الانخفاض مادتي الغازوال والبنزين. وسينخفض متوسط سعر اللتر الواحد من الغازوال بحوالي 25 سنتيمترا، فيما سيعرف متوسط سعر البنزين انخفاضا قد يتجاوز سقف 50 سنتيمترا للتر. وسيتم الشروع في تطبيق هذه الأسعار الجديدة المخفضة داخل محطات الوقود انطلاقا من يوم غد الخميس. مشاهدينا، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز. إلى اللقاء.